إن مركلة إن داوديال إن وحى إن أصغر نمانتي إن وقت جي سقالي عن السيء دكتور يوسف الشقاق أو أصغر كم إذا هنجري حدقه عنك كأه ذلك الصومالية كبد عقته إن دكتور يوسف الشقاق وحى وعيار جري نادقي وزارة هولها جود يجريانته جينيو LLBB أو كم إذا هنادية وقدين سنة ودنك إن دكتور يوسف الشقاق وحى وكم النقضي إن حلك قرنك إن ما دام أصقي بقول لجوجو دكتور يوسف شقاق وحنا ربنا بالوحير إن عيارها إن وقت يوصل جلي إن نادي جاي يهدي نادي كلا وصل مري إن حلك قرنك إن بدك إسكو جروب هايين اليوسف إن تاريخ لسه ندب كوع لنا وح ما كحصن كريزة والله كل ما تاريخ ده دوا رنتي وتاريخ هذا آدي آد أفق مرك قارنا وحصوصنا قارنا هرترنتي مسكح ده وين تكتكودي لكن تا كحصوصنا كليا عيار ربا إن حوا كتابته إن تاريخ أهان وحام بلابا كوبادا عقدة 1976 أيام بلابي كوبك جنرال داود أيام كوب بلابي مركا after one year and half نوحاو كوب بيرايا حلقة قرنكا وإلا هي كوبادا إسكاد أفو إسكون إسغال بغل إسديتن إيو أفرت سديت سدح سديتني أفر إلا حل قاسنا عن قرنك كمدها إن هذا هانا دور نادي أيان يا رب دم أصفتي لو إسن أهان إن هذا أن كتر سنة لكن أن أرى عجري إن سفر هذا قاركوت إن كمدي هين هرسيت إن مطبع هذا إن وقت هي كوحاك على تربضن مركا كل وقت جينا وحا كسو جبه جبه سنة كماركو وها سديتني سدح سديتني آفرتي دكتور يوسف شقاق ان نادقن وزارة جينيو LLBB ان مركي اد كسو بيريسي وها نادقن بوهرهي ان ما حلاشا عدقا الحلاتي ايا نادقن سي اد كتمد ميساسيكا لات كتمد نادقن والله ان نادقن ارتا كل انا ارتا ارضي اسكا اها وقتها ان حلاشا قار احنا ما نحلن لكن واحد عن كجستي إن جي إمادة إن معلنك أو يجوري معلن المدة وها معلن دوكة وهالكن هاد الجوعة أصدق أي يودي رجلي إن أنا أصفتو نادي جي ما دام عن كميت أها عيرتو يديسا وواجس كميت أها وشد عنها وأصدقنا توبرنا أها حكتنا حافظ أهانا أصدق توبرنا أها ودك مد عبد عسيس اللي قا كسب بحنا ماشي يا كوبلان وكوبدا إن سيدا دراد ما دام معلق وها يرجل أنت كوا دورت أصغر أيام كهلاي مركا أساسا وجي كسب بيري. إن دكتور يوسف شقاق إن يا دسكو جروب هيدن إن نديك جيني هادين نقولنا هيد إن حلك قرن كهادين نقولنا هيدن إن دطلع قرن كرو هادات حسوسا كرتوا سو جروب هيدن. إن أرتا نديك هولا جود وحاسو جروب إن وحل جاس أم كسب بيري وحكمت ها إن الله الله أنا عريسته إن أم قدومي كا حلقة نور حسين عبدي نور جيو إن أحمد نيجرنا معلنا أها أصنع الله أنا عريسته إن وح كلو جوجي وتك وتابر أصنع حجان جرمل أي جوج أصنع صدوق تابر حجان أها إن عيرتو أهان وقتها وح جوجي وعلى كل مي إن كابتن كواجس أها أدن جزيرة إن برافانجو إن سعد إن عبد بوديستة إن قلاية قلوعو حمزة هذا اللي يرى أدي أتساقو ترى بدن أو ذي شهر أها دن هذا أنا واجد دن بنا ودل يرى بدن أو أي كان صوب حي أو جيل كنا جدا بيها هي كم يدين ترمبو بوتالي أوف الله ونحرسته محمد موسى أكوكو إيو إمكا لو أن هذا قاركود أن ودي حسوسا مركا لولا جنريشن بواس عمر حولكي قران كان إياد اسكو وقتي هاي دين دكتور يوسف شقاق حولكي قران كان وحا اسكو وقت إن حلي قهري وحا اسكو وقت إن بن شاكر عفيف محمد إسماعيل إن كيلر إن جيلاني قليف إيو إمكا لو تربطان حلي دبن وحا اسكو سو غار دلي ركل فرعون سدا ان مختار ان حسن نير الله ونحرسته ان محمد كره اينو قليفريكو ها
حسن يره مرشاله سعيد عيرو ان يمكن إيه تربط عن هذا حسوسا دكتور يوسف شقاق ان ما حسوسن كريسا رنتي عيار انتي اد كو جرتي ان كوبدا عقتا دلك سوماليا عيار الا هذا مسخخ هذا كغو الى او اد اد جعل انت سبورتيغا كو جرتي ان عيارتا وهي كميد وها كميد اه عيار ان كو صبحني وريق لبات او هيرك ناديده اه xilligaasna waxa uu safanayay kooxda madbacada ee wareega koowaad waxaan kaga adkaanay ee Suudaan Al Ahli Al Hilal ee wareega labaadna waxaa la soo baxnay oo la ciyaaray kooxda Red Devils ciyaarta ayaa runtii aad iyo aad runtii xasuus gaar ah ayay leedahay insha Allah Dr. Yusuf Shaqaaq sidan ognahay in taariikhdaadi sporti maadaama ay aad u badan tahay in hadii dib aan kugu soo celiyo qurbaha een waxaan ugu maqalay inaad ka qayb gashay ciyaaraha lagu qabtay ee magaalada Stockholm ee dalka Ingiriiska bal qaban qaabadii iyo runtii ee ciyaaraha sidii u dhaceen iyo sidii lagu soo dhaweeyay iyo jawigii meesha ay kala kulantay bal hadii aad wax nooga sheegi kareyso een horta een waa maatanta waxa yeelay aad iyo aad ayaan ugu baahnaa in su'aashaas ee timaado maxa yeelay Sweden waa hadda hoyga koowaad ee Yurub xagga sportiga especially qasatan soccerka sanadkan waxaa moodaa in ay ku dareen basketball runtii dhalinyaro aad iyo aad u firfircoon oo runta aqoontoodana ay ballaaran tahay dhalinyaro aad nadiif u ah ayaa la soo kulmay waa sanadkii ugu horeeyay aan ka qayb galo taasna waxaa keentay tacazumaad in noo fidiyaan aniga iyo Dan Suudaan iyo Qalif Shire Qalif Rico runtana waa heer aad iyo aad u sareeyo aya ahayd ciyaaraha intaas ku daawanay ee ha noqoto naadiyada ka soo qayb galay ha noqoto in madaxda wadaagtay naadiyada dad aad iyo aad u bisil ay ahaayeen in ciyaaraha isbiirin lagu qabanayo runtii in intii qurbaha aad joogtay in ma kula mid ahaayeen ciyaarihii in qabanqaabooyinka meel walba oo runtii adduunka aad ka joogtay markii laga reebo Soomaaliya in sida wacan loo soo qabanqaabiyay wax ay kaga duwan tahay ma jirtaa mise ciyaaraha isku mid bay ahaayeen wallahi dabcan kulleyba waxaan arkaa inay aad iyo aad ugu duuneed maxaa yeelay waxay dhalinyarada meeshaas maamusha ama guddiga ka ah waxay isku mashquuliyeen in waxyaabo badan aysan qolooyinkan torono ama qolooyinka Ingiriiska aysan sameyn ayay isku mashquuliyeen taasna waxay tahay in ay xasuustaan mar walba in odayaasha hore ama dadkii waa halyeygu ahaa sportiga Soomaaliyeed ina markasta bay xazumaan in ku xazumaan ayagoo u diray ticket inkastaysan in badana aysan awooddooda ay ka ballaarin karin laakiin isku dayaan inta karaankooda ah inay u suurta gasho inay keenaan cid kasto meel kasta ay joogto sanadkan xataa waxay isku mashquuliyeen in sida la socda aniga in kaptankii qaranka hore Scott inay keenaan Dubai ka xazumaan inkastoo waqtiga dambe ee wax yar hoola yar daraadood aysan ugu suurtagalin inay visa ku soo qaato marka waa dhalinyaro runtii aad iyo aad aragtidooda ay u fog tahay ka waran maamulka iyo gudiyada maamulka iyo gudiyada farsamada dadka wax maamula ma dad kubadda ciyaari jiraba dadka farsamada iyagu ma dad kubadda ciyaari jiraba runtii waxyaabaha ugu weyn oo la isku qabsado waxaa ka mid ah maamulka iyo farsamada arrintaasi maxaa kaaga soo baxay adigu Sweden Sweden horta runtii horta arrintan aan sheegayso horta waa arrin muhiim ah in maamulka iyo farsamada horta sidooda laba farac ayay kala yihiin faraca maamulkana kulliiba dhalinyaro aad aad u firfircoon ayaa maamulaysay oo maamulka xaggiisa ku fiican dhanka oo farsamadana waxaa maamulaya dhalinyaro hore sportiga ka mid ahayd oo aqoonta farsamada ila mar hadday farsamo timaada aqoon kubadada imaanaysa iyo waayo aragnimo taas ayay ku maamuleen qaar ka mid ah ciyaartooyda hore sida Maxamed Muuse Dhabarey iyo dhalinyaro kale oo markaas la shaqeynaysay Bashiir Jeeyaan noqday iyo dhalinyaro kale dhinaca maamulkana hadda waxaa jooga dhalinyaro kale ayaga runtii oo aad iyo aad aan usoo koobi karin hadda magacooda oo ka mid ah guddoomiyaha sanadkan iyo Xamdi iyo dhalinyaro kale Yunis Galbeete Ibrahim maxaan ku raadayay aato iyo waa la badnaa uun kulli hadda meeshan ahaan soo ma koobi kari cabdiqani ka mid ahaa marka dhalinyaro aad iyo aad runta u firfircoon oo haddana isku xiran oo vision dheer ah ayay ula muuqdeen kulli sanadkan markaa meesha tegay